أنتقل إلى سركيس جبريان وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سركيس، ودعنا نعلق على ما تحدثت أنا عنه قبل قليل فيما يتعلق بالذهب. الله يسعد أوقاتك. الذي يواصل التراجعات والانخفاض، لا نستطيع أن نربط ذلك بالدولار بشكل مباشر رغم الإرهاصات سركيس بأن الفيدرالي الأمريكي ماضي في تثبيت الفائدة، لكن الذهب يوالي الانخفاض، لماذا؟ الآن هنالك العديد من الظروف التي تدعم انخفاض أسعار الذهب على المدى القصير حاليا، فكما تفضل الانخفاض في الدولار الأمريكي في العادة يرافقه ارتفاع في أسعار الذهب، لكن ما نشهده حاليا هو توجهات وتغير التوجهات من المتداولين وتدفقات السيولة من أسواق المعادن الثمينة ليتوجهوا إلى أسواق أخرى، وأذكر منها أسواق الأسهم التي ترتفع بشكل ملموس، وخصوصا مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولاتها في عقودها المستقبلية هذا اليوم، وبعض المؤشرات الآسيوية التي شهدت ارتفاع. من ناحية أخرى، انخفض قلق المتداولون تجاه التضخم، فالتضخم رغم ارتفاعه في الولايات المتحدة الأمريكية إلى معدل 5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أن التوقعات بحسب المتداولين الذين بدأوا يقتنعوا برأي الفيدرالي بأن هذا التضخم قد يكون عابر ومؤقت، ولذلك من المتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يقلص من حيازة الذهب الذي كان قد استخدم لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد. وهنالك أيضا بعض التدفقات من السيولة من أسواق المعادن الثمينة والتي اتجهت إلى أسواق أخرى، أذكر منها على سبيل المثال أسواق العملات المشفرة التي شهدت بعض الارتفاع هذا اليوم. لكن بشكل عام الضغوط الهابطة على أسعار الذهب حاليا هي مسألة أن المتداولين يبحثون عن استثمارات أخرى، خصوصا مع انخفاض مخاوف التضخم. فرغم أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يثبت سياساته النقدية، لكن المتداولين الآن يبحثون عن أي دلالة تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يقوم لاحقا هذه السنة بتقليص في برامج شراء الأصول والبالغة حاليا 120 مليار دولار كسقف شهري. هذا أيضا يضغط على أسعار الذهب على المدى القصير، مما قد يجعله أيضا يواجه المزيد من الضغط. فالعلاقة موجودة بالفعل بين الدولار والذهب، لكن الدولار ليس هو المؤثر الوحيد في تحركات أسعار الذهب، بل هي التدفقات بالسيولة من وإلى أسواق المعادن الثمينة، وحاليا نرى بعض الخروج من أسواق المعادن الثمينة حتى لو بشكل مؤقت، مما قد يبقي على بعض الضغط الهابط على أسعار الذهب على المدى القصير قبل العودة للارتفاع مجددا. صحيح، أشكرك على هذه الإجابة سركيز. دعنا ننتقل إلى اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقبلة والتي تنتظرها الأسواق، لكن كثير من المراقبين لم يكن معظمهم ألمحوا إلى أن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة، لا يحدث جديد، لكن الحديث الآن عن إمكانية تغير النبرة للاحتياط للفيدرالي الأمريكي، هل بالفعل سنكون أمام نغمة جديدة؟ نعم، الآن الفيدرالي الأمريكي بالفعل من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة وكذلك برنامج شراء الأصول في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، لكن اعتدنا على الفيدرالي الأمريكي عندما يكون هنالك توجهات في تعديل السياسة النقدية يبدأ بإيصال بعض الأفكار للأسواق المالية قبل حصول ذلك بعدة أشهر، إن كان من خلال رفع الفائدة أو خلال خفضها في المرات السابقة. فالفيدرالي الأمريكي لا يقوم بالمفاجآت إلا إذا استدعت الأسواق المالية والاقتصاد ذلك. وأعيد بالذكرى الآن في عام 2008 عندما فاجأ الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بشكل عنيف ومفاجئ، وأيضا خلال أزمة كورونا. لكن في الطبيعة يفضل الفيدرالي تقديم دلائل من خلال نبرته ولهجته بالحديث عندما يريد أن يغير من سياساته النقدية خلال أشهر عديدة مقبلة. لذلك أتوقع أن يبدأ الفيدرالي ليس بالإشارة إلى أنه سوف يقوم بتقليص برامج شراء الأصول، لكنه سيبدأ الآن على الأرجح بالإشارة إلى أن الحديث عن خفض برنامج شراء الأصول سوف يبدأ ممكن خلال نهاية فصل هذا الصيف أو الخريف المقبل للتمهيد، حتى يبدأ بالفعل بتقليص برامج شراء الأصول والبالغة كما أشرنا 120 مليار دولار. فلن يقوم بإيقاف التسهيلات والتحفيز الاقتصادي، لكنه قد يقوم بخفض تدريجي حتى ممكن على مدى عام 2022 كامل يستمر هذا التخفيض التدريجي. فبذلك أعتقد بأنه حان الوقت الآن لأن نرى الفيدرالي الأمريكي يغير من نهجه ونبرته تجاه توقعاته المستقبلية، ليس
ليس للفائدة تحديدا لكن لبرنامج شراء الأصول، مع لفت النظر إلى أن الفدرال الأمريكي سيبقى في مراقبة لمستويات التضخم وكذلك البطالة التي لم تعد حتى هذه اللحظة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتحتاج لأن يستمر الفدرال الأمريكي في سياساته التحفيزية. جيد، أنتقل الآن إلى النفط، وأنت تلحظ يعني الزيادة المضطردة والارتفاعات المتتالية في النفوط، سواء كانت الأمريكي الخفيف أو خام برنت، وهي لم تحدث يعني حتى منذ العام 2018 للخام الخفيف، وبرنت أيضا في أعلى مستويات منذ العام 2000 على الأرض. الآن كما تفضلت، قياسا بالعرض والطلب الحاليين، الأسعار تبدو وكأنها مبالغ فيها بعض الشيء، لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى التوقعات المستقبلية للطلب، فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت في آخر تقاريرها انخفاض المخزون الأمريكي لمستويات متدنية نسبيا ما دون متوسط 5 سنوات ب3%، ولو نظرنا أيضا إلى إدارة الطاقة الدولية فهي أيضا تتوقع نمو الطلب العالمي بأكثر مما كان عليه عام 2019 متى في نهاية عام أو أواخر عام 2022. هنالك أيضا توقعات إيجابية بالنسبة للطلب العالمي لهذه السنة 2020، رغم أن موسم الرحلات والقيادة في الولايات المتحدة جاء مخيبا للآمال بعض الشيء، لكن التوقعات المستقبلية لنمو الطلب أخذين بعين الاعتبار إعادة فتح الاقتصاد، الانخفاض الذي شهدناه مؤخرا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عديد من الدول، كلها داعمة لتوقعات أن نشهد احتمالية زيادة الطلب. حتى مع منظمة أوبك لو قامت برفع تدريجي بالإنتاج وهو تقليص القيود كما نعرفها، تقليص القيود ورفع الإنتاج بشكل تدريجي بحسب رأي معلومات الطاقة الدولية وأيضا إدارة معلومات الطاقة الدولية وكذلك منظمة أوبك نفسها، كلها تتوقع بأن يكون مناسب لتوقعات ارتفاع الطلب. فأسعار النفط حاليا تتجاوب مع توقعات تعافي الطلب العالمي خلال الربع الثالث وربما الرابع من هذه السنة. بالتالي باعتقادي أسعار النفط ربما ستستمر باتجاه الصاعد، لكن لأن المتداولين حاليا يراقبون فروقات الطلب والعرض على المدى القصير، لا يجب استبعاد أن نشهد بعض التصحيحات والتذبذب، لكن على المدى الأبعد قليلا لا أستبعد أبدا وصول النفط الأمريكي الخفيف لمستوى حول 74-75 دولار، لو تكلمنا عن خام برنت مستويات 80 دولار مرجحة بالفعل خلال هذه السنة ما لم تحصل ظروف أخرى تعارض هذه النظرة الإيجابية. سركيس تشوبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.